سيداتي آنساتي سادتي متتبعي قناة صدافة تيفي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأتمنى لكم يوما سعيدا، ولكم مني 1000 باقة من الورود. في هذه الحلقة سأتحدث عن الانتخابات البرلمانية والجماعية والمحلية التي جرت مؤخرا في المغرب، وما أعقبها من تحالفات لتسيير مجلس مدينة فاس. لقد أصدر الستار على الانتخابات البرلمانية والمحلية والجهوية التي جرت يوم 8 شتنبر 2021، في جو ساده مرض كوفيد-19، وهو جو غير عادي. وشارك في هذه الانتخابات طائفة كبيرة من الناخبين والناخبات المغربية، مشاركة هامة تجلت بوضوح في كثرة الانتخابات في الأقاليم المغربية الصحراوية. وقد نتج عن هذه الانتخابات اكتساح حزب التجمع الوطني للأحرار لأغلبية المقاعد البرلمانية والجهوية والمحلية بحصوله على 102 مقعد، وكذلك حصل حزب البام على 87 مقعدا، ثم حزب الاستقلال حصل على 81 مقعد، في حين حصل حزب الاتحاد الاشتراكي على 35 مقعد. فالحركة الشعبية التي حصلت على 28 مقعد، والتقدم والاشتراكية الذي حصل على 22 مقعد، ثم الاتحاد الدستوري الذي حصل على 18 مقعد، فحزب العدالة والتنمية الذي حصل على 13 مقعد، وتقاسمت بقية الأحزاب في البرلمان 10 مقاعد. وإذا كان حزب العدالة والتنمية هو الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات، بالمقابل يلاحظ أن أحزاب الكتلة الوطنية، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، حيث حصلوا على نتائج مرضية، مما يؤشر على أن هذه الأحزاب الوطنية لا زال المواطنون المغاربة متشبتين بها، نظرا لما قدموه من أعمال جليلة للمغرب ومن أجل تكريس الديمقراطية المغربية. أما بالنسبة للانتخابات البرلمانية والجماعية التي جرت بمدينة فاس، فقدنا الحزب الأحرار خلالها مقعدا في الدائرة الجنوبية، وكذلك الأمر بالنسبة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال. وبالنسبة للدائرة الشمالية، فقد فاز حزب الأحرار بمقعد واحد، كما فاز حزب جبهة القوى الديمقراطية بمقعد واحد، وحزب الاستقلال بمقعد واحد، وأيضا حزب الأصالة والمعاصرة بمقعد واحد. أما الانتخابات الجماعية والتي تتعلق بمجلس مدينة فاس، فقد نال حزب الأحرار 17 مقعدا، وجبهة القوى الديمقراطية 13 مقعدا، وحزب الاستقلال أيضا 13 مقعدا، والبام 12 مقعدا، فالاتحاد الاشتراكي الذي حصل على 9 مقاعد، ثم التقدم والاشتراكية الذي فاز ب5 مقاعد. فالحركة الديمقراطية فازت بمقعدين، وأخيرا حزب الأمل والاتحاد الدستوري نال مقعدا واحد لكل منهم. أما حزب
فيدرالية اليسار فنال مقعدان، وحزب فنال مقعدان، وكذلك حزب اليسار الموحد نال مقعدين. والغريب أن كل الأحزاب التي شاركت في الانتخابات المحلية بمدينة فاس لم تقدم للناخبين برنامجا متكاملا، بل رفعت شعارات فقط خلال حملاتها الانتخابية، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي قدم برنامجا متكاملا يشتمل على 20 إجراء يهم مختلف المجالات، وكأنه يخوض الانتخابات لأول مرة، متناسيا أنه قضى في تسيير مدينة فاس 6 سنوات ولم يحقق فيها ولو 10% من برنامجه الانتخابي، مما جعل ساكنة فاس تصوت ضده تصويتا عقابيا. وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، عقد كل من حزب الأحرار وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وحزب الأصالة والمعاصرة اتفاقا يقضي بتسيير مدينة فاس ومقاطعتها وقطع الطريق أمام طموحات السيد حميد شباط العمدة الأسبق لمدينة فاس الذي كان له أمل في العودة إلى العمودية. غير أن هذا الأخير حاول اختراق هذا التحالف واستقطاب عدد من المستشارين من مختلف الأحزاب، مما جعل المستشارين الاتحاديين 9 يعقدون اجتماعا يوم 13 شتنبر بمعية الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي الأستاذ جواد شفيق، حيث أكدوا في هذا الاجتماع تشبثهم بهذا التحالف، ونددوا بما يروج من محاولات اختراق هذا التحالف، لأنهم يطمحون في إعادة الإشعاع لمدينة فاس وخدمة ساكنتها. وفي يوم 20 شتنبر كان المواطنون بمدينة فاس على موعد لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب المسير للجامعة، حيث نال الدكتور عبد السلام البقالي رئاسة مجلس مدينة فاس عن حزب الأحرار بحصوله على 60 مقعدا، ذلك أنه أضيف إلى التحالف الرباعي حزبان آخران هما حزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية، وأسند النائب الثاني للسيد عزيز البار عن حزب الأصالة والمعاصرة، أما النائب الثالث فكان من نصيب السيد عبد القادر البصيري عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والنائب الرابع سيد مغيوش محمد عن حزب الأحرار، أما النائب الخامس فهو السيد مراد بوزيدي عن حزب الاستقلال، والنائب السادس هو السيد عبد الواحد العواجي عن حزب الأصالة والمعاصرة، في حين حصلت النائبة السابعة الأستاذة
مريم مبطول عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أما النائب الثامن فكان هو السيد علي الخطاب عن التقدم والاشتراكية، والنائبة التاسعة الأستاذة حكيمة الحضري عن حزب الاستقلال. وكتابة المجلس كانت من نصيب السيد سفيان الإدريسي ونائبه يوسف الخولاني. من طبيعة الحال كلنا كساكنة فاس نعرف أن مدينة فاس عرفت تقهقرا كبيرا خلال السنوات الماضية، وهي في حاجة ماسة إلى برامج إنمائية من أجل إقلاع اقتصادي، وهذا يتطلب تشجيع المستثمرين المغاربة وتسهيل مأموريتهم عند الإقدام على إقامة مشاريعهم الاستثمارية لتحريك العجلة الاقتصادية تخفيفا للبطالة التي تسود الشباب خاصة، والعمل على دعم البنية التحتية لمدينة فاس، وذلك من خلال بناء أنفاق تحت أرضية وقناطر فوقية لتخفيف وطأة السير في مدينة فاس التي تعرف اكتظاظا قويا للسيارات، وكذلك العمل على إنعاش السياحة في مدينة فاس والحصول على أمكنة للتنشيط السياحي حتى تصبح مدينة فاس مدينة استقبال وليست مدينة عبور. كما أن الساكنة يطمحون في تخفيف الضرائب عن الصناع التقليديين والعمل على تقوية الإنارة العمومية بمدينة فاس وعلى تكثير الحدائق الخاصة بالأحياء الشعبية وغير ذلك من المشاريع الطموحة التي يسعى إلى تحقيقها ساكنة فاس. طبيعة الحال فإن انتخابات الجماعية خاضها كل الأحزاب التي شاركت في الانتخابات بشعارات فقط، في حين كان حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد الذي قدم للمواطنين برنامجا متكاملا يضم 20 إجراء، متناسيا أن هذا الحزب يعني سير مدينة فاس ولم يستطع تحقيق ولو 10% من برنامجه الانتخابي، مما جعل الساكنة يصوتون عليه تصويتا عقابيا. وأمام تشكيل المجلس الحالي لمدينة فاس يتساءل المواطنون، هل يستطيع السيد عبد السلام البقالي الدكتور عبد السلام البقالي الفائز برئاسة مجلس فاس والأحزاب المتحالفة معه أن ينقذ مدينة فاس من التهميش الذي طالها؟ ذلك ما ستكشف عنه الأيام المقبلة والسنوات القادمة. إلى اللقاء أعزائي عزيزاتي في الحلقة المقبلة، ولا تنسوا الانخراط في قناتنا لأن ذلك دعم لمسيرتنا الإعلامية الجادة. إلى اللقاء في فرصة أخرى.